على كل حال خلينا نبدأ بقى من الأول خالص، من بداية زيارة سيادة الرئيس، وبعد كده كمان هنا إن شاء الله بنتكلم على السفر الساعة 3 العصر ده حسب المعلومات اللي عندنا، النهارده وزيارة بالظبط. سيادة وزير الشباب والرياضة. يعني خلينا نقول اهتمام كبير جدا من الدولة، اهتمام كبير ودعم من سيادة الرئيس، اهتمام كبير ودعم من الجماهير المصرية، شفناها من خلال لافتات مختلفة في الماتش الودي، شفناها من خلال السوشيال ميديا، شفناها في الإعلام. يعني الناس هذا الموسم يمكن عندها أمل، عندها كده زي ما بتقال ايه، ثقة وطموح. نتمنى المنتخب يكون على قدر هذه الطموح يعني، لكن في اختلاف عن العام الماضي. يمكن طبعا بالعام الماضي ده الواحد مش عايز يفتكره بأحداثه طبعا. يعني لن تقرر ومش عايزينها تتكرر بصراحة لا مش يعني، هتتكرر ان شاء الله، مش بإذن هتتكرر. الله. فاحنا مستقرين مع روي فيتوريا، ماتش طلع وحش ماتش طلع حلو، احنا مكملين مع هذا الرجل، العقد بيقول كده. فالاستقرار مهم جدا، لكن الأجواء مختلفة زي ما حضرتك قلت، فيها بوادر جيدة. خلينا نبدأ من الداعم النفسي، ازاي حضرتك بتشوفه؟ طبعا كلاعب سابق برضو بيؤثر بشكل أكيد مختلف. الدعم لما بنحس ان اجهزه الدوله كلها، طبعا سياده الرئيس طبعا عمل الزياره طبعا في استاد العاصمه الاداريه. بصراحه برضو يعني عصام، يعني نتكلم على الاستاد برضو نبذه بسيطه، استاد هايل جميل دي حقيقة. يعني، الناس اتفاجئت بيه. احنا يعني ناس كتير ما كانتش تعرف ان في استاد كبير بالشكل ده وبالقيمه الجماليه دي في العاصمه الاداريه. حتى اللعيبه تحس ان هم عندهم ارتياحيه كبيره في التمرين عليه. ولما راح سياده الرئيس طبعا دعم كبير جدا، يعني حاسين بالظبط ان كل الدوله في ظهرهم، وزير سيادة وزير الشباب والرياضة وجميع المسؤولين بالدولة. فدي كان دعم جيد جدا بالنسبة لهم قبل السفر طبعا النهاردة. الكلام ده كان قبل مباراة تنزانيا، قبل أداء مباراة تنزانيا. مباراة تنزانيا ممكن ما تكونش فنيا على المستوى الكبير أوي زي ما بتقول حضراتكم، ولكن بنعتبرها تجربة بنجرب فيها اللعيبة. ولكن طبعا في الاحتكاك الدولي، وزي ما قلت أنا في المعسكرات، قيمة منتخب مصر بتبان. يعني معظم المباريات اللي بتبقى مجمعة بنقدر وبنواصل، زي البطولة الأخيرة اللي في السنغال. السنغال خدتها ضربات ترجيح، ولكن كنا عاملين برضو أداء جيد ومباراة جيدة وكسبنا فرق كبيرة. السنة دي هتبقى المعركة شرسة. طبعا